كل يوم هناك لاعبون يعلنون الاعتزال. بعضهم ربما ينهي المسيرة كما بدأ، بعضهم قدم ما عليه، والبعض اجتهد فأعطى أكثر مما عليه. لكن نادرين جدا أولئك الذين يترك رحيلهم فراغا كبيرا، أولئك الذين قد لا تتصور سريعا شكل فريقك المحبب دونهم، أولئك الذين تهتف لهم الجماهير عند الرحيل ربما أكثر مما هتفت لهم طوال سنوات العطاء، لأنها أدركت أنها تودع عمرا وفنا وعطاء ومهارات قبل أن تودع سنوات. وليد سليمان نجم من هذا الطراز، عطاؤه الأول لم يكن الأهداف ولا البطولات ولا الألقاب، وإنما كان الإخلاص للكيان الأحمر الذي حلق معه فوق السحاب. من قرأ كلمات وليد سليمان الباكية وهو يعلن الاعتزال يعلم حقيقة هذا اللاعب، وإنه نموذج للاعبين المخلصين. الحاوي اللي يبدو أن الأهلي يرتب له مكاناً ضمن لجانه الإدارية قال في رسالته إن أهم شيء إنه أيقن من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كنوز الدنيا، وإنه تأكد من جديد إنه أحسن الاختيار والرهان عندما اختار الأهلي ورابط على حب الأهلي. وليد قال إنه من السهل أن تحصد مالاً لكن من الصعب أن تحقق إنجازات وتكتب التاريخ. أكثر من 11 عاماً قضاها وليد سليمان في صفوف الأهلي. لا شك أن الجميع يحفظون تفاصيل المسيرة اللي توجها ب22 بطولة محلية وأفريقية، على رأسها دوري أبطال أفريقيا بخلاف ميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية. وليد سليمان منصة الصواريخ الحمراء سجل 83 هدف وصنع أكثر من 56 هدف في أكثر من 370 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وتربع على عرش هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات الأفريقية. وليد سليمان الدوري 6 مرات، كأس مصر 2 مرات، السوبر المصري 5 مرات، دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، كأس الكونفدرالية في 2014، والسوبر الأفريقي 4 مرات، وبرونزية المونديال 2 مرات. كل ذلك يتضاءل أمام إخلاصه وحبه للكيان، كل ذلك يتضاءل أمام دموعه الصخية التي ذرفها وهو يعلن استراحة المحارب، كل ذلك لا يوازي هتاف جماهير الأحمر في ختام رحلة الحاوي السعيد. بنحبك يا وليد.